طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شو أخذنا هذا الدرس؟ افتح المايك واحكي مش هيطلع الصوت. خدنا شو أخذنا؟ أخذنا اللينك وشون ندخل مثلا صورة لينك، أو مثلا إذا أفتح من الفوتوشوب أو الأبستراكتر يعني باللينك اللي هو من فايل بليس، يعني أطلع هاي الشغلات. وشغلة ثانية همتين أخذنا مثلا إذا نحط الصورة لينك شلون أطلع يكون وين بالضبط باللابتوب اللي هو من خلال، عفوا، بالبرنامج نفسه من خلال هاي الكسف الشروط اللي هو ريفال اكسبلورر، اللي هي الصورة وين هماتين شو اسمه من دخول على الفوت. يعني مثلا أنا عندي صورة بالفوتوشوب فتحتها على اللينك، بقدر مثلا اغير بيها، يعني اغير شغلات هواية بيها بالفوتوشوب، فقبل تتحول على الديزاين تتغير الشغلات مالتها. شغلة ثانية هم عندنا هاي الاربع ادوات الموجودة، القلم اللي هو ايديت اوريجينال، اللي هو مثلا اذا انا على فوتوشوب او الستريتر كوبر راح يحولني على البرنامج اللي انا فاتحه منه. ثاني اللي هو شو اسمه الابديت، اللي هو مثلا اذا انا غيرت او عدلت بصوره او مشروع بالفوتوشوب ومثلا ما تعدل على الانديزاين، فمن اضغط عليها فراح تتعدل على الكل، يعني على الصوره اللي انا عدلتها. عندنا اللي هو ثالث اداه اللي هي جو تو لينك، اللي هو مثلا صوره انا اريد يعني اوصل لها، مثلا عندي تقريبا 20 لينك او 20 صوره اريد اوصل لها، فاوصل لها بس اضغط عليها وأضغط على الصورة اللي أريدها. الشغلة الرابعة اللي هي ريلينك، اللي هو التبديل، مثلا إذا صورة انمسحت من الملف أو شلون يعني من تبديل شو البرنامج، بالضبط؟ تبديل اللينك، تبديل اللينك، احنا ما نبدل الصورة، ممكن نجيب الصورة الصورة نفسها نفسها ونحطها. ونحطها، أو مثلا تنمسح الصورة فأرجع أحطها للصورة نفسها، أو أستبدل الصورة وهكذا. او استبدل ممكن تعمل والآخر شيء اللي هي مال برامج الأدوبي، اللي هو مثلا إذا إحنا عندنا مال برنامج الأدوبي تطلع لنا مكتبة كاملة نقدر نغير بها الصور. وشغلة هماتين اللي هي اللي هو هذا شو اسمه البانل اوبشن، اللي هي يطلع لنا الشغلات اللي موجودة بالصورة، يعني مثلا شنو اللي اريده يطلع لي، المحتويات مالتها، مثلا بيها صفحه، شنو شو اسمه الكواليتي مالتها، هاي اللي تكون لي جوا. تمام، بعد شنو بطلع، وعندنا الايديت ويد اللي هي مثلا الصوره وين اطلعها على برنامج الادوبي انديزاين او عفوا الالستريتر او الفوتوشوب، يعني هاي طبعا حسب نظام البرنامج، يعني مثلا الفوتوشوب قبل يفتح على الفوتوشوب ممكن انه يفتح على الالستريتر من خلال الايديت ويد. تمام، تمام. اللينك شو بيفيدنا؟ اللينك اللي هو نقدر احنا نتحكم به، يعني مثلا اذا اني ادز العميل او شيء ما راح يبيع بس على البرنامج نفسه اللي انا فاتحه من يعني راح يبقى بس على انا اقول لك على البرنامج، يعني شلون انه اقدر اغير بيه شغلات من تتحول عندي، تتحول مثلا من الفوتوشوب احولها هنا، يعني تصير سهل التحكم بها، يعني عكس انه انا احط صوره، يعني احط صوره عاديه ما راح اقدر اتحكم بيها لانه هي تدعم الفكتور وتدعم هاي الشغلات، يعني عادي سهله انه انا احطها، بس اذا احط الصوره بصوره عامه ما راح اقدر اتحكم بيها، فتصير سهله انه اروح اعدلها على الفوتوشوب او الالستريتر وتتحول عندي هنا، بغض النظر انه تكون الصوره عاديه. شيء ثاني كمان مثلا بس انه يكون مفيد اكثر من الصورة العادية. إذا عندي عنصر مكرر اذا عندي عنصر مكرر مثل اللوجو مثلا، اوكي أنا حاططه بكذا صفحة.
اي اقدر اغير منها بدال ما اروح على وحده 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 اغيرها، فراح اغير من من الاساس الأساس كله كله واسوي وأسوي ابديت وراح أبديت. تصير على الكل. كده نجي باللينك. تكفي المايك خلص عندك تمام. كده نجي باللينك كله تمام. خليل شو أساس؟ نعيد في باللينك في شيء امبارح ما فهمته من ناحية اللينك. اللي حكته آيات نفس الشيء درس امبارح، أنا بحكي على درس امبارح، في شيء مالك فهمانه؟ لا لا الحمد لله كل شيء تمام. تمام طيب اليوم رح ناخذ إن شاء الله عدة شغلات. أول شغلة رح نبلش بالتفاف النص حول الصورة. لما نشوف المجلات أحيانا بيكون في صورة بتلاقي النص ملتف عليها أو شيب معين أو عنصر أو أيا يكن، لأن إحنا في عنا التكست لحاله عم يعمل التفاف. هذا الموضوع بالإلستريتور والفوتوشوب شوي أعقد لأنه يصير، بس بالإنديزاين أسهل بكتير، خصوصا مع التعامل بالمجلات وقصص المجلات وهالحكي. فبنلاقي كتير فيها صور، المجلة عبارة عن صور كتابة أساسا. فأنا لأعمل التفاف للنص حوالين العنصر أو حوالين الصورة أو حوالين الذي منه بشكل تلقائي اسهل بكثير اني اعمله على الانديزاين اني اعمله على الفوتوشوب او الاستريتور. تمام طيب رجينا اخذنا اداه التكست مسكنا هيك طينا مثلا مربع النص، بعدها في امر اسمه fill with black holder text place holder text، يعني عبي لي نص افتراضي. تمام فهو راح يعبي اي نص بس مشان نطبق. بالعاده يكون عن النص شوي كبروا كبرنا كتير. فأنا عندي هذا النص، نص افتراضي. نحن وتكون إحنا عنا نص معين، فنجي نكون إحنا لاصقين ومضبطين. تمام كما قالك أيني، بس هلا إحنا للشرح نحط نص افتراضي للتطبيق للتدريب. فأنا عندي هذا النص، أو ممكن إني أنا أحط هذا النص أنا عم صمم المجلة. تمام لربما هي المجلة اللي بتبعتها كنسخة كعرض للمجلة لأني أشتغل معه الآن. أنا ما عندي نص معين. تمام فأنا عم حط نص افتراضي بس لورجيهم كيف بده يطلع النص مع الأشكال مع الصور مع الذي منه. تمام أو أنا النص ما وصلاني لسه، لسه أنا عم أشتغل قبل، فأنا عم جهز الإصدار القادم، حطيت نص وظبطت الموضوع وعملت له المحاضرة وكل شيء، بس شو بعمل لما بيجيني النص؟ بنسخني وبلصقه استبدل بس. تمام النص الافتراضي ممكن يفيدنا في كتير امور. شلون بنعمله؟ زر اليمين fill with placeholder text فبيجيب لي النص الافتراضي. تمام فأنا عندي هذا النص، إحنا بدنا نجيب مثلا صورة، يمكن هاي الصورة، قبل ما أسحب أسحب، خلينا نعملها بليس مثل العادة، راح نجي على بليس أو كنترول دي، وين موجود عندي تنزيلات، هذا. محطة. طيب طلعي هيك. فأنا عندي هاي الصورة تمام. طيب هلا يعني طيب. عندي هاي الصورة أنا. بعد لما بيجي أنا بدي أطلع على أول شيء اسمه Word Text أو محاذاة النص أو التفاف النص بمعنى أدق، فبلاقي هون عندي هالأيقونات اللي هو
او اذا رحت على الويندو عندي شيء اسمه تكست وورد، لما بكتب صوت بيطلع لي هاي القائمه. هي القائمه خاصه بشو؟ خاصه بالتفاف النص حول الصوره، تمام. اذا جيت انا عندي الصوره هون، قلت له اعمل لي محاذاه معه، هو شو عمل؟ ظهر شوي شايفين؟ صار تلقائيا يعمل شو؟ يعمل التفاف للنص حوالين شو؟ حوالين الصور. عدة أنواع طبعا له، هلا جايين عليه. فصار تلقائيا هو يعمل التفاف حوالين الصورة اللي هي حيكون مربعات، صار يعمل التفاف شو؟ حوالين، بحيث إنه يعطيني مكان فارغ، يعني الصورة ما صفت فوق النص، وإنما النص بلش هيك بعد صار يمشي. يمشي 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 بعد كمل لتحت اللي هو اللي جاي. طيب جينا لأداة التكست، نجرب شغلة. هل النص على اليمين؟ طيب نحن هاي الصورة عندنا هون، تمام؟ هون عندي هاي الصورة هون أنا، قلنا نحن إذا بدنا نعمل التفاف على اليمين أو في التفاف بشكل دائري نوعا ما، بحيث انه اشرح لك شو بكون مطلع لهي. فبيعمل التفاف حوالين object shape. لما انا بكون بستعمل كصورة بستعمل هاد، بس ممكن استعمل الobject كمان. بينما بكون بتعمل object اللي هو shape او لازم انه دائرة كذا، شيء من الاستريتور فيكتور، ممكن استعمل انا شو بسموه الobject shape، الاراوند اوبجكت شيب. فلما بيعمل التفاف حواليه، في عندي انا هون مو مبين التفاف، مو مبين التفاف. ليش؟ لانه النسبه عندي صفر. يعني لما بجي بزيد شايفين انا وين واقف؟ واقف على الاوبجكت. فهو شو عمل؟ تلقائيا حسس الصوره وعمل التفاف حواليها. شايفه هون ايده مثلا اخذ هيك، هون مثلا اخذ هيك. رجعنا لورا، نرجع يعني العادي، تمام. جينا مسكنا هاي الصوره، رحنا لاوبجكت في امر اسمه كار هولد اوبجكت لازم. هنا صورة مقصوصة، هنا صورة مقصوصة. الله نفتح الصورة، خلينا نعمل place. جينا أخذنا الصورة، لا لا والله شو
جينا أخذنا هاي الصورة هيك صورة مقصوصة، بعد قلنا بلور نالو مورب عليها وصوري القصة. طيب خلينا الصورة. عندنا عدة خيارات هون. أول خيار هو الـ Warp Around Bounding Box، يعني خد هذا المربع اللي هون وعمل لي شو التفاف حواليه. أنا لما بزيد القيمة، هلا إذا كانت القيمة هون عندنا سنتيمتر، ممكن يكون مثلا 30 عملناها سنتيمتر، في حال كان عندك سنتيمتر أو مليمتر فتغيرها بالمسطرة، لأنه سنتيمتر كتير عدد كبير. يا ولا بدك تحط 0.1 0.2، تمام؟ بس إذا كانت القيمة عندك عم تطلع هون سنتيمتر، فكنترول ار طلع المسطرة، شو اعملي؟ حطيها مليمتر، زر اليمين هون وهون الطرفين يمين فوق وتحت، يعني على الأفقي وعلى العمودي. فبنعمل مليمتر، بعد ما بلش نزيد بالقيمة. أنا إذا كان بدي أزيد، طبعا إحنا بنعرف السلسلة موجودة تربط الأربعة جهات مع بعضها، يعني بدي أزيد بس من فوق أطفي السلسلة، يزيد شو من فوق بس أو ناقص. يبدو جنون اليوم، بدي جنون اليوم. عم نزيد ليش؟ الثاني لما بيكون عندي انا شيب، فمجرد عفوا صورة او شيب او ايا يكن، مجرد ما انا اعطيه الامر هاد فهو بيفهم لحاله، بيحاول انه يقص الصورة او يفهم الصورة وتكوينها ويعمل التباس في النص على اساسه. شايفه؟ هو بالنسبة له هون في شو؟ في كمالة الرأس مثلا، هون في هاي الحواف اللي هون، هو عم يكملها، تمام؟ هذول أكثر أمرين بنستعملهم، بس اللي فوق واللي تحت، يعني إنه أنا طف الصورة هون حواليها يمين ويسار ما تحط شيء أبدا، أو هون مجرد ما أنا أكبسه، فمجرد ما توصل لصورة طف تحت كل شيء، نطلع العمود اللي بعده أو لازم. تمام. كان كمان كان هون امر انه وين يكمل، هل على اليمين بس يتجه اليسار، هل على اليسار بس يتجه اليمين، يمين ويسار، في اوامر تانية مثل لما يكون في عندنا اعمدة نستعملهم، هذا الامر الواجب. فعندي انه يعمل التفاف على اليمين بس، رايت سايد ليفت سايد بوس رايت وليفت سايد، يعني انه عمل التفاف على شو؟ على طرفين، تمام؟
شوفي عنك تمام. انا في حال كان عندي صوره مثلا هلا هون، والله افرض انه هي مشي حالها بس ما بعرف ليش ما عم يعمل. النص ممكن يطلع هون مثلا، وممكن يطلع هون، فما بدي يطلع هون تمام. ممكن احط لي كلمه هون، انا بدي احط لي كلام هون تمام. فما بدي احط لي كلام هون، بدي خلص هو هذا الشكل، لا تحط لي شيء بيناتهم. وممكن احط انا صوره انيمال مثلا، بيجي بين الرجلين بحط لي كلمات، هذا شيء غلط انا ما بدي احطه. واختار اخر امر اللي هو ليجرز اريا، يعني كل شيء ضمن. هل مثلا عندي انا اصابع فرضا اني هون بين الاصابع، ونفرض ان ايده كانت هون بين الاصابع هون عندي، فما تحط لي كلام تمام. طف لي، خليك على الاطار الخارج، ما تحط لي كلام بين الجوا. مثلا هو عامل هيك وقاصص، هو بالنسبة له شو هو محل بنحط فيه كتابة، هو بيجي بحط الكتابة هون، فأنا لا بقول له أنت امشي على الإطار الخارجي يعني هيك، وليس جوا. كمان أنا هون عندي هيك في نزل الصح، بس في إصبع بعده، فامشي هيك بالنسبة لي تمام. في حال واجهت أي مشكلة إني أنت عم تحطي نص وعم يدخل بين الصورة، بنستعمل الـ Object Shape، فبيعمل هالمشكلة معنا، نختار نحن Largest تمام. نفتح الصورة، خلينا نجرب في خير شيء. لجينا نحن أخذنا شيء ونفرض نهاية دائرة. خلينا نعطيه لون فض أسود. بعد جيت مسكت أنا هاي الصورة، قلت له الراوند. لجينا وزدنا القيمة، شايفين كيف عم يعمل عليها التفاف. هاد المجال عم يعمل فيه شو؟ التفاف. جينا أخذنا النص ونظهره حبة. فهذا شو؟ هذا الالتفاف تبع النص. حوالين شو؟ حوالين الشيب نفسه. فينا نعمله هيك، فهو شو أخذ؟ ياخذ بوكس كامل حوالين العنصر. أو خذ العنصر نفسه كشو؟ كحد بالنسبة لي. لا تعمل إني بوكس بالنسبة لي، البوكس هيك. هو أخذ العنصر عمل عليه بوكس على قده، وعامل 6 ملي من كل جهة اللي أنا حاططها، شايفه؟ بعد العنصر طلع صفر، فالبوكس لازق في مين؟ في العنصر نفسه. لما بزيد فهو عم يزيد حجم البوكس اللي شو ما بحط في كتابة. بينما بقول له أنا Object Shape، فهو بياخذ أبعاد العنصر نفسه ومنه بيزيد تمام؟ هو هيك ماشي. فأنا صار عندي شو؟ عندي شيء بالنص هو اللي مسؤول أو متحكم في هالموضوع هذا تمام؟ ممكن أحط أنا أي شيء، ممكن أحط لوجو، ممكن أحط البدية، وطالما هو صورة أو شيء PNG، ملف فوتوشوب، حتى ملف فوتوشوب نحن فينا نعمله. مثلا جينا أخذنا مشي ملف، بس مثلا جينا أخذنا هي البنت، هذا أي واحد هم بيزي. يعني نمسح أول شيء الشيب، بعدها تمام. نحن عملنا ماسك عليها، بعد عملنا له قفص. هذا رحنا على شو؟ قلنا له على الديزاين، عمل لي بليس، ممكن نحط هنا كرسي التصميم. فأنا جيت حطيته هون لحاله، أخذه فما بدي أخذه أول شيء لحاله. نزخر شوي تمام، حط فوقت عليها على جنب. فأنا إذا جيت كتبت هالعنصر، نفرض نحن جينا عملنا هيك كتابة، نعرف فيل
بالضبط. ما حاطين تكست، مش هنحط تكست. نعم يا بطلين، لو أنا أول واحد أخده، بس ما عم يا عبد الله مش شو يعني. طاب اليوم مش ما عم يحطك. أعتقد أن الباقي يمكن اعمل اتفاق من دون ما اقول له اعمل اتفاق اساسا. لا إله إلا الله. عاملين الاثنين احنا شو؟ عاملين اللي ما يلطف، مع ذلك شو عم يعمل؟ عم يلطف. نرجع نشوف الموضوع المشترك. أي نص؟ ما له فيه. تمام. خلينا نحط هذا اللي هنا. لدينا عموما. الأرلوند. تمام؟ هو عمل شو؟ التفاف حوالين الهيئة. لدينا لازم يحط الألف تشنن. نو. لما نقول له ألفا تشانل فهو شو بيعمل؟ إذا أنا عامل ألفا تشانل هون أو عامل باث، إذا عامل باث يعني راسم بالبين تول، يعني بنرسم بالبين تول هذا الباث، فأنا بقول له التف حوالين هذا الباث. طب نجرب نحن نعمل باث. خلينا نجربه على الـ InDesign، راح ياخذ الباس كمان مش عارف. ما أخذ. لو بكون أنا عامل باس، هل أمرين بتفعل الاثنين هدول؟ الاثنين هدول، الألفا تشانل والفوتوشوب باس، ولما بكون ملف فوتوشوب. لو بكون عامل ألفا تشانل فمعناها إنه أنا عامل شو؟ عامل ماسك، فهو شو بيعمل؟
تلقائيا يلتف حوالين الماسك. فبيجي الكلام بيجي هيك تمام، بحيث انه يلتف حوالين البنت نفسها، بس فوق شو؟ فوق الديزاين اللي عندي تمام. الامر الثاني الباس، هلا شفنا انه نحن بنرسم باس معين، هو شو بيعمل؟ بيلتف حوالين هذا الباس. طب اشوف لكم شو قصته هاي وبعد جربوا. طب هو راح تطبع عندكم مركن عندي برنامج يعمل لي تكست، افتحي ملف جديد تمام، ملف جديد بصفحتين بعمودين اي 4 بالعرض. هل الموجود؟ هل موجود؟ تمام، راح نكمل. احنا شفنا كيف نحن بنحط صورة نخلي النص يلتف عليها. طيب انا اذا بدي احط صورة ضمن النص نفسه، بيحفرض انا زدت النص او نقصته، فالصورة تتحرك مع النص نفسه تمام. جينا طلعنا عن نص هار تمام، بعدها جينا اول شيء خلينا ناخذ صوره، نفرض انه هاي صوره، فانا هاي الصوره وهي النص، انا بدي الصوره تصير ضمن النص نفسه. كيف اعمل هالشيء هذا؟ الاول شغله بتروح على الصوره انت اديت تعمل لك كات، بعدها بتروح على النص تكبس عليه. فرضا انا بدي احط الصوره هون، اعمل له كنترول في او بس، فشو اعمل؟ ضف لي الصوره بس ما
يعني أهم شغلة انتبه عليها إنه الصورة ما بتنزل في المكان أنا بدي إياه بالضبط. لازم انتبه إني أنا أعمل له إياها أوتو هون. إذا أنا فرضك كنت حاطط له 12 نص فراغات بيناته 9 مثلا أو 24 فرضا، جيت حطيتها هون، شايف كيف حطها؟ أنا أهم شغلة انتبه إني أنا المسافات بين الأسطر أكون عامل له إياها أوتو، عشان لما انزل الصوره انزل لي اياها بالضبط محلها. تمام، فهو صار يتعامل مع الصوره كانه نص، كانه ضمن النص. فجيت عملت فراغ بحرك الصوره نفس المبدا هو، جيت طفيت سطر مثلا شايفه، صار يتعامل مع الصوره على انها جزء من النص. خلاص هي الصوره شو؟ جزء من هذا النص. فانا طفيت كبرت رحت يمين يسار هون هون، فخلص بالنسبة له صار شو؟ صار هي، حتى طلع الإشارة هون تطلع عندي، مجرد ما طلعت هي الإشارة عندي فمعناها إنه الصورة هي صارت ضمن النص. تمام؟ تمام، فهي الصورة صارت جزء شو؟ من النص. نفس الشيء بالنسبة لل، إذا جينا أخذنا الشيء فيكتور، عندنا الشيء فيكتور PNG. بشي فيكتور 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 طبع عليه بس. طيب هنضيف الصورة. أنا بطلع عندي إذا أنا بدي أضيف فيكتور بطلع عندي هذا المربع اللي أنا إذا كبست المربع قلت كابس سحبت وين بدي زدته هون مثلا، خلص صار هون بالنسبة لي أنا بس. قلت تغيرت الإشارة حتى نفسها. بدنا فيكتور نطبع عليه. شايف كيف بيتحرك؟ نفس المبدأ بالنسبة للفيكتور. تمام؟ كان صورة أو كان فيكتور فينا نتعامل مع الطريقة هاي، إني أنا أمسك العنصر نفسه. شغلات بسيطة ما هي محل صعوبة، بس بدها تمرين عليه. فأنا مربع هذا اللي هون بمسكه بسحب أنا وين بدي أحط الفيكتور تبعي وليكن هون، مجرد ما تغيرت الإشارة صار ضمن النص، عم بيوريني هذا شو؟ ضمن النص. تمام؟ بس هي هي البساطة. تمام؟ هنا الملف الجديد New document Create. فرض أنا عندي هذا المربع اللي هون هيك، فنعطيه لون بدي أصفر. تمام، انا اذا بدي كرر فبكبس الت وبسحب، اذا كبست شفت فبضل محاذاه شغاله. تمام، بعدها جيت مسكتهم ثلاثه كررت كررت. طب انا اذا بدي كرر كثير شو لازم اعمل؟ معقول اني اجي انسخ واعمل هيك؟ قال لا ما في داعي، في امر اسمه اللهم صل على محمد. place and link مو بلي عفوا 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 مو بلي سنتك step and put. فبتطلع عندي هالقائمة. تمام، هالقائمة مجرد ما هي طلعت عندي فعبي اللي انت وين بدك تكرر؟ طلع انا بدي عمودي طلع حاليا وبدي زيد طلي 8 اشكال او 5 اشكال. طب ليش عم بيكرر؟ تأكد إني أنا مشغل بريفيو. تمام؟ طيب نرجع نروح، جيت وزودت أنا عامل بريفيو. طيب ليش ما بيكرر؟ على أنه القيمة بالنسبة للهوريزونتال شو هي؟ صفر. أنا لازم زيد القيمة، شايفة؟
ولما كرروا كرروا فوق بعض، تمام؟ هو كرر لي ثلاثة ما عدا الأساسي اللي أنا عندي. طيب أنا إذا بدي زيد عمودي وأفقي فرضاً، قال بحدد إنه as a grid أو كشبكة، زدت لي كمان شو؟ 4x4. طيب هون كمان ما بينوا عندي ليش؟ لأنه كمان vertical قيمة شو؟ القيمة 0، تمام؟ فإذا بدي كرر أي عنصر ايا يكن، صوره شغله عامله ايا يكن، انا بدي اكررها، ففيني اوصلها عن طريق ستيب اند ريبيت، تمام؟ ثم عنصر ودرب وكرر. طب تبع التكست كمان، حطوا صورة حطوا ضمن التكست.
طب اعرف بدك نفضل صور عادي. طبقت هون سويت المربعات والصور، عملت كوبي كت وبيست، والهاي اللي بس تحطها على اليمين وتنزل فوق وتحت بيروح الصورة مع الكتابة. تمام، وطبقت المربعات تكرار. تمام، طبقت معك. ممكن كنترول اكس اذا بدك ما تروح على الاديت، هاي كنترول اكس كنترول في. حددي وين بدك تحطيها. حطيت. تمام، فرضنا عندي هذا النص، احنا عملنا معه، شايفين هذا نص، نص عادي اخذنا بالاستريتور قبل ان احنا فينا نحول النص لشو، الاوتلاين، بحيث انه انا حوله لفيكتور او لازم انه تمام، واني انا ما بدي ابعت الملف للطباعه او ايا يكن، فانا لازم ابعت او احول كل النص اللي عندي لشو؟ لاوتلاين. ايوه، ما يلعب لا بالنص ولا انه اذا خط عنده ولا مو عنده. ممكن يكون هذا الخط مثلا حاطينه انتون اسمه وما عنده اياه، فبده يتغير كل النص اذا فتح الملف. اي، فبحوله لاوتلاين. هون نفس المبدا، فيني احول شيء لاوتلاين، مو بس اذا بدي ابعت للمطبعة. ففيني انا مثلا بدي اطبق على نص معين، طبق افكتات، طبق شيء، فانا فيني احوله لشو؟ الاوتلاين. تمام، طيب كيف حول الاوتلاين؟
نظر اليمين فينا ان احنا نروح لهون اقول لك create outline بس لا ايه لازم تطلع طيب create outline breakout بس لازم تطلع هون ما عم شوفها يعني ما هي موجودة طيب من تايب فينا نعمل create outline فهذا شو صار عندي صار عندي حرف ال A بس هو شو outline تمام طيب جينا طلعنا عليه نحن حددنا هيك فهو شو عمل حددهم كلهم كتكست حتى العنصر اللي هذا اللي هون حدده شو كتكست مع انه هو شو outline تمام ليش لانه فينه يتعامل هو مع الفيكتور قبل شوي ما حطينا نحن صوره او حطينا فيكتور او حطينا شيء بين النص هو بيتعامل معه كانه نص ايوه شايفين فنحن فيني انا اعمل فراغات بيناتهم او هيك شايفين فهو ما يستر الانديزاين فينه يتعامل بعنصر فيكتور ضمن ضمن النص او كصوره او هيك يتعامل معه على اساس النص تمام فيني انا امسك هذا العنصر بس واعمل عليه اي شيء انا بدي اياه مثلا كبر صغير غير لون لازم منه هذا عندي انا هون ماسكه انا فيني احطه ابيض مثلا تمام فهو متعامل معه هذا شو هلا اوتلاين بس اعطيني الاشاره شايفينها هي اللي هون ان هو ضمن النص فهو ضايف فيكتور اوريدي ضمن النص يحسن بيتعامل مع الموضوع ده. طيب انا انزل جينا وبتاعنا هي عندي نص كامل حددته جيت قلت له هلا بقى هون edit create عفوا type create outline هون صار خلص كله outline مع التكست تمام صار كله outline تمام هذا outline بس في أي سؤال عليه طبقوا تمام تمام في أي سؤال عندكم أي مشكلة انت زين في شيء ما فهمانينه ما شاء الله كل شيء تمام
طيب الأسبوع الجاي إن شاء الله راح نخلص انتزاعي، تمام؟ راح ناخذ إنشاء الفهارس، إنشاء الجداول، جداول راح ناخذ كثير عن الجداول، أغلب يعني ممكن ناخذ درس كامل ساعتين عن الجداول، والشغلات النهائية بالإنديزاين. أخذنا أغلب الشغلات العامة، الشغلات ممكن تفيدنا، في كثير تفريعات للإنديزاين، بس إذا بدنا ناخذها فبدنا ناخذ وقت كورس كامل 5 برامج لبرنامج واحد، ففيكم أنتم تتوسعوا ويا الموضوع عن طريق اليوتيوب. في كتير مصادر له عربي وإنجليزي، تمام؟ شو أخذنا نحن كان هلا لحد الآن؟ هذا بتذكر؟ رح سكر وافتح المايك عندك، افتح المايك عندك و أخذنا شلون نسوي صورة بداخل تكست، يعني تعتبر الصورة ضمن التكست، تمام؟ وأخذنا شلون نكرر الرسم، مثلا إذا نرسم مربع شلون نكرره، من خلال الخيار هنا يكون موجود، نسيت اسمه بس هو موجود. وبعد شنو أخذنا هم؟ أخذنا ملف جديد وتعديل عليه، تعديل عليه بالضبط. قلنا إن هو الوحيد، هاي القائمة اللي هي تكست ويب، تكست ويب اللي هو مثلا نحط الصورة وتكون مثلا، يعني شو نقول، إن التكست يدور حول الصورة، أو مثلا يكون يعني إذا إحنا راسمين مثلا بال، يا الله، إذا إحنا راسمين بالبنتول فراح تتحدد على حسب الصورة يعني. وهي أكو خيارات يعني أكثر من خيار إن شلون يكون التكست ضمن الصورة. وشو بناخذنا بعد؟ ها، إذا نرسم مثلا مربع أو هاي الشغلات، هو راح يحدد التكست على حسب، يعني على حسب شغلتين، يا أما على حسب أبعاده، يا أما إذا هو دائري فأنا ممكن أسوي له أبعاد، يعني أبعاد مربعة، فهو راح ياخذ على هذا الشيء. شنو بعد أخذنا؟ أخذنا التكست شلون نسوي أوتلاين، وإذا سوينا حرف واحد أوتلاين هو حيبقى تكست، لأن هو يعني يدعم هذا الشيء، يعني عادي إنه شلون مثلا إحنا حطينا الصورة ضمن التكست وهكذا، فعادي إنه يكون حرف أوتلاين هو يعتبر تكست. أنا قصدي بشكل عام من أول ما بلشنا. تعلمنا نعمل ملف جديد، تعلمنا نحن نعدل على هذا، وإنه نحن الديزاين هو الوحيد، نسوي هو الوحيد اللي بخلينا نلحق القائمة الجديدة. هو الوحيد اللي بيخلينا نحن نعدل الملف المشروع كامل، أبعاده وأصول القوانين تبعيته بعد ما ننشئه بالانديز بالفوتوشوب والاستريتور. فنحسبنا عدنا من مشروع جديد بالضبط. اخذنا الاربورد ما يتحمل هالقد مثلا صفحة، ايوه بالضبط. نحن فنحن اذا بدنا نعمل مشروع كبير، مجلس، كتاب، ايا يكن، فما بنروح نعمله على الفوتوشوب والاستريتور، لانه مستحيل نحط 200 اربورد بهي، ما راح يشتغل اساسا البرنامج، مع انه لا راح يتخصص ولا راح شيء. فنحن بنروح على الانديزاين، تعمل مع الموضوع هذا. الديزاين كتير قريب من الستريتور، لأنه تعمل مع الفيكتور، تعمل مع قصص هدول، بس مهيئ تعمل مع صفحات كبيرة كتير. فهن ما عملوا برنامجين بيشبه بعض. واحد بتعمل مع الفيكتور أفضل بكتير، هو الستريتور. واحد بتعمل مع بيج بحد ذاته. ما بتعمل مع أربورد، ما بتعمل مع بيج. أنا عندي بيجات، عندي صفحات. الصفحات بضيف عليها. ترابط بينه وبين برامج أدوبي أفضل كتير. فأنا فيني حط ملفات أفتر إفكت، فيني حط ملفات إلستريتور، حط ملفات فوتوشوب، عدل عليهم عن طريق شو؟ عن طريق اللينك. خدنا البيج، خدنا البيج في الماستر بيج، البيج شو بتعمل، الماستر بيج شو بتعمل، الماستر بيج فيني أضيف، كيف تنقل من صفحات بالضبط، كنترول جي هاي حضرتك. نعم،
شو والله أول ماستر بيج إنه إذا نفتح ماستر بيج جديدة لازم أروح على أبلع على مود يطبق على الكل، لأنه إذا جديدة ما راح يطبق أوريدي يعني من واحدة، تمام؟ شلون؟ إذا نسوي ماستر بيج جديدة لازم نروح على خيار الأبلاي على مود يطبقها على حسب الله ياخذ نان ياخذ ماستر بيج هي ياخذ ماستر بيج بالضبط على حسب يعني على حسب الصفحات اللي نريدها مثلا وش اسمه رقم ترقيم الصفحات ترقيم الصفحات اخذنا شو بالضبط بعد والتنقل بين الصفحات هم مواتين ومثلا إذا أريد 10 صفحات أول 10 صفحات تكون فارغة أهماتين من قبل يشوف حسب ناخذ منان أو غيرها الترقيم مثلا نريد الترقيم من صفحة 10 راح نختار النمبر اللي هو خيار النمبر وندوس على ستارت 1 وأنماط الأرقام هم تختلف أكو أكثر من صح فينا نحن إن نعيد حد معين للترقيم ونبلش من بعد مثلا أول 10 صفحات لما نبدأ هي رقم هو مثلا 10 صفحات الأولى ما نريد ترقيم بس مثلا مال هاي مال إهداء وهاي سؤال أيوة بالضبط والبقية مثلا أريدها وأكو حسب حسب الزبون والشيء اللي يريد بالضبط بعد أخذنا اللينك بعدين اللينك شو نضيف فيه اللينك اللينك اللي هو نضيف بي مثلا صور لينك او مثلا فوتوشوب افتحها من اللينك واقدر اغير بي شغلات يعني خصوصا اذا فوتوشوب والستريتر اقدر اغير بي وشغلات من الفوتوشوب والستريتر راح تطبق على الانديزاين يعني بدل ما اروح واحفظ واسوي ما ادري شنو هاي فهي يعني اورد السامع عندها اللينك يفيد اكثر من الصور العاديه يعني الصور العاديه اذا اجي احطها هنا ما راح اقدر اتحكم بها صح تمام مثلا اذا لوجو مثلا اريد اغير في اللون او اغير في الحركه باللوجو ما راح يصير اذا انا حاطه الصوره ممكن اعمله اذا كان لوجو واحد تعمل مع الفيكتور ممكن اي ديزاين بس لازم اكرره مثلا في كل الصفحات بس تروح كرره في كل صفحه اعدل عليها واظبط ما ظبطت تعال الموضوع راح ياخذ وقت كثير فالأسهل أيوة كريم أنا بكرر اللوجو كله كريم الصفحات كلها مجرد ما عدل على واحد بيناتهم أنا فين أعدل على كل أو فين أعدل على واحد أنا لما أنا اللينك أنا طلع عندي كلياتهم كل واحد موجود بأي صفحة فين أعدل واحد بيناتهم فين أعدل اثنين أو فين أعدل على تمام بعد أخذنا التكست وورد شلون بعمل الاضافه للنص بالضبط وشلون احط الصوره ضمن النص شلون احط الصوره ضمن النص وشلون اسوي التكست اوت لاين واخذنا التكرار واخذنا التكرار تمام الاسبوع الجاي ان شاء الله راح ناخذ السبت ان شاء الله راح ناخذ انشاء فارس كيف بدنا نعمل فارس وراح ناخذ الجداول بدايته بعد راح نكمل ان شاء الله الجداول كلها كل شيء بخصوص الجداول بحيث اننا نعمل جدول لدخل البيانات تمام انا ببعث ملف هذا الملف قابل للاضافه بحيث انه هذا الملف بي دي اف مثلا وفينه يدخل معلومات فيه راح نعمل جدول يدخل معلومات في جدول بحيث انه هون الاسم مثلا هو عم يدخل اسم رقم هو عم يدخل رقم كذا تمام فنحن كيف نعمل جداول كيف نظبطها ونشوف شو كمان شغلات بحيث ان شاء الله الديزاين وهيك بنكون بعد خلصنا تصميم بشكل 2D تمام وندخل بالفيديو اذا مرة تمام هي سؤال ولا شيء خالص تمام تمام